بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة الأعزاء، سنوات ثانية متوسط، مرحبا بكم لقناتكم للرياضيات وللفيزياء أول. قبل ما نبدأ درس اليوم راح ننبأكم فقط أنني غيرت من اسم القناة. قناتي أصبحت أنا والرياضيات والفيزياء للطور المتوسط. طبعا إن شاء الله بديتها العام الماضي، السنوات الأولى متوسط، درت لهم دروس فيزياء، حنكملهم هذه السنة 2021-2022 بقية الدروس، ثم بديت هذه السنة المباركة إن شاء الله عليكم علينا بدروس السنة الثانية متوسط والثالثة إن شاء الله. إذا كان عندي الوقت راح نكملكم دروس الرابعة متوسط. إذا وصلنا إلى الدرس، شفنا الدرس الرموز الكيميائية الجزء الأول منه، بقى لي جزء فقط من هذا الدرس راح نتبعه معكم في هذا الفيديو. أتمنى التوفيق للجميع، ثم فقط عندما أنتهي من هذه الدروس راح أنطلق نحبس لأنني كملت الميدان الأول تاع المادة وتحولاتها. إذا راح ندخل في التمرينات، وقبل من التمرينات راح نجيب لكم ملخص رائع على كل هذه الدروس تاع المادة وتحولاتها. إذا بالتوفيق للجميع، فقط طلب صغير منكم أنكم تشتركوا في القناة وضغطوا على الجرس وديروا اللايكات باش تطلع الفيديوهات لجميع الزملاء والأحباء والأولياء، خاصة الأولياء والأمهات. كأم أنا أعلم أن الأم هي التي تدرس هذه المواد لأبنائها. إذا أحيي جميع الأمهات والآباء كل الأولياء لهذا المجهود. نبدأ على بركة الله. بعدما شفنا الجزء الأول من هذا الدرس تاع الرموز الكيميائية الذي أتمنى أن يكون مفهوم للجميع، شفنا الرموز الكيميائية للذرات أولا، ثم بعد ذلك شفنا رموز أو الصيغ الكيميائية للجزيئات. إذا اليوم راح نتبع لكم الدرس بالتعبير عن تحول بعض التحولات الكيميائية بالصيغ الكيميائية، وهذا يثبت كل المعلومات اللي شفناها في هذا الدرس. التوفيق للجميع، واتمنى فقط انكم تعودوا الدرس هذا قبل ما تدخلوا تاع الدرس تاع اليوم. نبداو على بركة الله. اذا نبداو على بركة الله التعبير عن التحول الكيميائية بالصيغ الكيميائية. إذا أول تحول راح نشوفه التحليل الكهربائي للماء. شفنا قبل ذلك في الدرس على التحليل، درت له فيديو خاص على التحليل الكهربائي للماء. عندما نأخذ دارة كهربائية موصولة بوعاء فولتا، قلنا أن عند مرور تيار الكهربائي في وعاء فولتا نلاحظ انطلاق فقاعات غازية عند المصريين، يعني المهبط والمصعد، مما يدل على انطلاق غاز الهيدروجين على المهبط وغاز الأكسجين على المصعد. إذا يعني عندنا التحليل الكهربائي للماء يمدلي غاز الأكسجين زائد غاز الهيدروجين. إذا نستعمل النموذج المقابل لتمثيل التحولات الكيميائية. كيف أمثل هذه التحولات الكيميائية؟ باستعمال الرموز الكيميائية للجزيئات، ثم أضع أمام كل جزيئة رمز الحالة الفيزيائية. كما نعلم أن هناك عدة حالات للأجسام، ممكن تكون صلبة أضع S وجاءت من صلبة بالفرنسية نقول سوليد، وأول حرف في سوليد هو S. ثم ممكن تكون الحالة الفيزيائية للجزيء تكون سائلة، إذا نرمز لها بL مينيسكول هكذا، جاءت من كلمة ليكيد بالفرنسية، أول حرف في ليكيد هو L. ممكن تكون غازية غازو، ليتا غازو، ايتا معناتها حاله فيزياء حاله غازيه، اول حرف لي غازو هو الجي هكذا. وممكن تكون محلول مائي او منحل في الماء اكيو، اذا دينا الحرف الاول والثاني ا والكيو. اذا راح نمثل في جدول، لاحظوا معايا عندنا التحول هو التحليل الكهربائي للماء، المواد الكيميائيه قبل التحول وبعد التحول. قبل التحول واش عندي؟ عندي الماء، الماء بالتحليل الكهربائي للماء،
واش يمدلي؟ راح يمدلي غازين. قلنا اذا النواتج بعد التحول عندي غاز الهيدروجين، اذا نكتبهم، وغاز الاكسجين. هذه هي المواد بعد التحول، المواد الناتجة بعد التحول. ثم بعد ذلك واش عندي الان؟ راح اعبر عن هذا التحول بالرموز الكيميائية. كيف ذلك؟ حنا شفتو في السنوات الاولى الرمز الكيميائي، وشفنا في الرموز الكيميائي لجزيء الماء، قلنا انه نكتب H ماجيسكول، ثم نكتب 2 يمثل عدد ذرات الهيدروجين، ثم نزيد O ماجيسكول ايضا يمثل ذرة الاكسجين، لان الماء جزيء الماء يحتوي على ذرتين من الهيدروجين وذرة من الاكسجين. وش يمدلي؟ هذا يسمى سهم التفاعل او سهم التحول. احنا نهضروا فقط على التحول، لان في العام المقبل ان شاء الله سنوات ثالثة متوسط راح تهضروا على التفاعل. وش يمدلي؟ قلت يمدلي غاز الهيدروجين. شفنا ان جزيء غاز الهيدروجين يمثل بH ب2، هذا هو جزيء الهيدروجين او غاز الهيدروجين، زائد غاز الاكسجين. قلنا ان الصيغه الكيميائيه لغاز الاكسجين هو O، العدد 2 اسفل الذره تاع O. هذا بالنسبه للتحليل الكهربائي. نشوف الى تحول كيميائي اخر، هو احتراق الكربون. طبعا دائما كي نهضروا على احتراق، طبعا راح يكون احتراق الكربون في وجود الاكسجين. اذا التحول هو احتراق الكربون، هكذا تتعلموا كيف نملا جدول، لان في الفروض والاختبارات راح يجيكم اسئله من هذا النوع. اذا ما هي المواد الكيميائيه قبل التحول؟ اذا وش عندي في احتراق الكربون؟ اذا عندي الكربون، اذا زائد وش عندي؟ عندي غاز الاكسجين، هذا قبل التحول. اكتب المواد الكيميائيه التي تدخل في التحول. ثم بعد ذلك نتابع وش يجيني بعد التحول، وش ينتج مع احتراق الكربون مع غاز الاكسجين؟ راح يمدلي غاز ثنائي اكسيد الكربون. اذا نكتب غاز ثنائي اكسيد الكربون. الان هذا المواد الكيميائيه. الان التعبير بالرموز الكيميائيه، شفنا في الدرس الذي سبق الرموز الكيميائيه كيف اعبر عن الكربون. الكربون اعبر عنه بالرمز الكيميائي سي ماجيسكول، ثم بعد ذلك زائد غاز الاكسجين كيف اعبر عنه بالصيغه الكيميائيه؟ راح نكتب او ماجيسكول، ثم نضع العدد 2. ثم بعد ذلك وش يمدلي هنا؟ ماذا ينتج عن هذا التحول؟ قلت ينتج غاز ثنائي اكسيد الكربون. شرحت فيما سبق ان ثنائي يعني 2، اكسيد يعني الاكسجين، يعني عندي ذرتين من الاكسجين والكربون. دائما كي نجي نكتب الصيغه الكيميائيه لاي جزيء كيكون بالصيغه الحرفيه هكذا، غاز ثنائي اكسيد الكربون، نبدا من اخر، هنا اخر ذره للجزيء هو الكربون. اذا ندير الصيغه الكيميائيه سي، كم عدد من الكربون؟ عندي ذره واحده من الكربون، اذا ما نكتبش العدد 1 اصطلاحا. ثم نولي ثنائي اكسيد، ثنائي معناتها عندي ذرتين من الاكسجين. اتمنى فقط أن يكون واضح للجميع. هذه هي الصيغة الكيميائية لغاز ثنائي أكسيد الكربون. نتابع التحول الثالث، عندي احتراق الكبريت. دائما قلت لكم أن وين تلقاو احتراق لازم يكون وجود الأكسجين. إذا عندي التحول هو احتراق الكبريت، المواد الكيميائية هي الكبريت. إذا نكتب المواد الكيميائية قبل التحول، إذا مش عندي؟ إذا ما هي المواد التي تدخل قبل التحول؟ وش عندي؟ عندي الكبريت، إذا نكتب الكبريت، زائد
واش عندي؟ قلت لكم كيكون هناك احتراق ضروري ان يكون غاز الاكسجين، اذا زائد غاز الاكسجين. ثم بعد ذلك، هذا قبل التحول. بعد التحول ماذا ينتج عندما يحترق الكبريت في وجود الاكسجين؟ راح ينتج لي، لاحظوا معايا واش ينتج، راح ينتج لي غاز ثنائي اكسيد الكبريت. اذا نكتب غاز ثنائي اكسيد الكبريت. الان كيف اعبر عن هذا التحول قبل التحول وبعد التحول بالرموز الكيميائيه؟ نبدأ على بركه الله. اولا الكبريت، الكبريت نعرف ان الرمز الكيميائي تاعه هو S. ثم بعد ذلك زائد قلنا غاز الاكسجين، الاكسجين هو O، جزيء الاكسجين او غاز الاكسجين يمثل ب O 2. وش يمدلي؟ اذا تحول هذا، يعني قبل التحول عندي كبريت زائد غاز الاكسجين، ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا غاز ثنائي اكسيد الكبريت. قلت لكم كي نجي نكتب الصيغه الكيميائيه، لاحظوا معايا نبداو بالكبريت، اذا ندير الرمز الكيميائي تاعو S، ثم قلت لكم ثنائي يعني 2 اكسيد يمثل الاكسجين، اذا نزيد O 2. فقط انتبهت الى شيء، انني لم اضع الحالة الفيزيائية لكل رمز كيميائي. لاحظوا معايا، اذا في كل تعبير بالرموز الكيميائية لازم نبين، اذا لاحظوا معايا الحالة الفيزيائية، مثلا الكبريت S، الحالة الفيزيائية تاعو هي الحالة الصلبة، اذا نكتب S بين قوسين. اما غاز الاكسجين الحالة الفيزيائية تاعو هو غازية، اذا نكتب ج بين قوسين. اما اكسيد ثنائي الكبريت واش راح يمدلي؟ راح يمدلي الحاله الفيزيائيه تاعو هو غازيه، لذا نكتب بين قوسين ج. نعود للاحتراق الاول، اذا طبعا نسيت فقط انني لازم ندير الحاله الفيزيائيه لكل جزيء. لاحظوا معايا، لانني قلت لكم في البداية أن النموذج المقابل لتمثيل التحولات الكيميائية باستعمال الرموز الكيميائية للجزيئات، ثم نضع أمام كل جزيء الحالة الفيزيائية. بالنسبة للماء يوجد في حالة فيزيائية تاعو هي سائلة، إذا أضع بين قوسين L. نتحصل على غاز الهيدروجين الحالة الفيزيائية تاعو هو G غازو. ثم بالنسبة للأكسجين، أما للأكسجين أيضا هو غاز، أضعه بين قوسين ج. بالنسبة للتحول الثاني، الكربون موجود على شكل صلب، إذا نكتب S بين قوسين. ثم الأكسجين عندي غاز الأكسجين، ندير ج بين قوسين. أما غاز ثنائي أكسيد الكربون فهو غاز، أضع بين قوسين الحالة الفيزيائية تاعه ج. وتابع، نتابع الاحتراق الرابع. لاحظوا معايا، إذا عندي احتراق البوتان، دائما احتراق يعني في وجود الأكسجين. إذا عندي المواد الكيميائية هو غاز البوتان، طبعا غاز البوتان هو الغاز تاع المعبأ في القارورات الموجودة في البيوت للطهي، طبعا يستعمل للطهي. إذا عندي غاز البوتان، المواد الكيميائية طبعا قبل التحول، إذا قلت لكم قبل التحول عندي غاز البوتان في وجود الأكسجين مع غاز الأكسجين، هذا قبل التحول. ماذا ينتج بعد التحول؟ راح ينتج لنا، لاحظوا معايا، راح ينتج غاز ثنائي أكسيد الكربون. إذا أول هو غاز ثنائي أكسيد الكربون، زائد وش ينتجنا ايضا؟ زائد الماء او بخار الماء. هذا بالنسبه للمواد الكيميائيه التي داخله قبل التحول وبعد التحول. الان كيف اعبر عن هذه المواد بالرموز الكيميائيه؟
اولا غاز البوتان شفتوه من قبل، الرمز او الصيغه الكيميائيه عندما يكون هناك الجزيء لا نقول الرمز، الرمز بالنسبه للذرات فقط. اذا الرمز الكيميائي لغاز البوتان هو سي 4 و اش 10، ثم بعد ذلك زائد غاز الاكسجين او ماجسكول 2. ماذا ينتج من التحول هذا؟ راح ينتج لي غاز ثنائي اكسيد الكربون شفناه ان سي او 2 زائد بخار الماء اللي هي الجزيء الماء اللي هو اش 2 او. اتمنى فقط ان يكون مفهوم. بقات لنا الحاله الفيزيائيه لهذه المواد. اولا غاز البوتان هو غاز، اذا ندير بين قوسين الحاله الفيزيائيه هو جي. الحاله الفيزيائيه للاكسجين هو ايضا غاز، ندير جي بين قوسين. ثم هنا سي او 2 ايضا هو غاز، اضع جي بين قوسين. ثم بعد ذلك الماء، بخار الماء راح يكون على شكل سائل، اضع بين قوسين الحاله الفيزيائيه تاعو هو ال. وبهذا نكون عند نهاية كل هذه التحولات الكيميائية. الآن راح نخرج بنتيجة نهائية لهذا الدرس. نقول النتيجة الأولى، نعبر عن تحول كيميائي بالصيغ الكيميائية لجزيئات، طبعا لجزيئات الأجسام قبل التحول وبعد التحول كما يلي، كما شفناه في الجدول. إذا واش راح نكتب؟ نكتب الصيغ الكيميائية لجزيئات الأجسام قبل التحول كما درناه من قبل هكذا، هذه هي الصيغ الكيميائية قبل التحول. ثم ندير سهم، ثم نكتب الصيغ الكيميائية لجزيئات الأجسام بعد التحول. هذه هي النتيجة اللي نستخرجها من هذا الدرس. ثم بعد ذلك واش راح ندير؟ للتمييز الحالة الفيزيائية للأجسام في التحول الكيميائي يضاف أمام الصيغ الكيميائية التالي، نضيف S إذا كان صلبا، يعني كي تكون المادة صلبة تكون نضيف S، مثل الحديد والنحاس وكلور صوديوم مثلا. أما إذا كانت سائلة نضيف بين قوسين L، مثل جزيء الماء، هنا ندير L بين قوسين. أما إذا كان الجسم غازيا، إذا مثل الهيدروجين والأكسجين وغاز ثنائي أكسيد الكربون، نضيف جي. أما إذا كان محلولا مائيا مثل كلور الهيدروجين، نضيف أك. أتمنى فقط أنني وفقت في الشرح المبسط لهذا الدرس. أتيت إلى نهاية هذا الدرس. أقول لكم جميعا بالتوفيق وعطلة سعيدة، وإن شاء الله إلى الملتقى إن شاء الله.